خلاص هيوصل ل 3000 جنيه بعد ايام من دلوقتي. ده الكلام اللي اتقال خلال الساعات الاخيره بخصوص اسعار الذهب اللي ارتفعت بشكل كبير جدا الايام اللي فاتت، وده طبعا خلى الناس في حيره اكتر واكتر ومش عارفه تشتري ولا تبيع، لان الوضع دلوقتي بقى غامض ومحدش عارف اللي هيحصل الايام الجايه. فيا ترى ايه سبب ارتفاع الاسعار؟ ايه انسب وقت للشراء او للبيع؟ لمبادره زيرو جمارك ما خفضتش الاسعار زي ما حصل قبل كده؟ كل الأسئلة دي هجاوبك عليها في الفيديو ده. أنا لارا مدحت. أسعار الذهب زادت جدا الفترة الأخيرة لدرجة إن سعر الجرام وصل ل 3000 جنيه، يعني لو أي حد بيفكر يشتري دبلة أو خاتم فتمنهم مش هيقل عن 40000 جنيه. عشان كده في ناس كتير بدأت تسأل، هو إيه اللي خلى الذهب يرتفع بالشكل ده؟ شوف يا سيدي، حسب تصريحات ناجي فرج مستشار وزير التموين في برنامج كلمة أخيرة، إن سبب الارتفاعات الحالية للذهب بترجع لارتفاعه على لأكثر من 130 دولار عشان أوكية توصل لأكثر من 2000 دولار، لكن قال رغم ارتفاع الأسعار بس لسه المواطنين بيفضلوا إن يحتفظوا بالذهب كمخزن لقيمة فلوسهم، وقال إن مبادرة المصريين في الخارج مستمرة وكمية اللي بتدخل البلد كويسة جدا، ولولا مبادرة زيرو جمارك كان ارتفاع أسعار الذهب كان هيبقى أكتر من كده بكتير، لأن المصريين مغرمين بشراء الذهب، لكنه طمن المواطنين وقال إن الفترة الجاية هتشهد تراجع في الأسعار ومن المتوقع إن الأسعار تنخفض. عشان كده نصح المواطنين بعدم الشراء في الوقت الحالي وانهم يستنوا شويه، خصوصا ان في توقعات بتراجع في البورصات العالميه ودخول كميات من الذهب للسوق المحلي، وده من خلال مبادره زيرو جمارك. اما نادي نجيب سكرتير عام شعبه الذهب بغرفه القاهره التجاريه قال في تصريحات للمصري اليوم ان سعر الذهب المحلي مش مستقر خلال الايام الحاليه، وان وضع السوق بيتجه للارتفاع مع استمرار ارتفاع معدلات الطلب، وقال ان المتحكم في سعر الذهب دلوقتي هو معدل الطلب في السوق مش التجار، وده غير ان سعر الدولار والسعر العالمي من الاسباب اللي ادت لتحرك سعر الذهب. قال كمان ان قرار الوزاره بمد فتره مبادره زيرو جمارك لمده 6 شهور تانيين منتظر انها تؤتي ثمارها الفتره الجايه وتضبط السوق تاني، لان الذهب المستورد من الخارج لسه ما تمش استخدامه كله في السوق، وده يرجع لان بعض الاشخاص اللي بيجيبوا ذهب من بره بيحتفظوا بيه للاستثمار فيه او بيكون معاهم للاستعمال الشخصي، لكن قليل منهم قوي اللي بيبيعوه. اما عن توقعاته بخصوص اسعار الذهب الفتره الجايه وسط الظروف العالميه الحاليه، فقال انه من المتوقع ارتفاع الذهب لحد نهايه العام الجاري بقيمه 3000 جنيه لعيار 21. عشان كده قال ان الفتره الحاليه مناسبه للشراء وان النهارده افضل من بكره لان محدش ضامن السعر، عشان كده الشراء دلوقتي افضل كتير. اما بالنسبه للبيع فهو قال ان المستثمر اضرب احسن وقت للبيع، عموما هي الفتره الحاليه مناسبه برضه للبيع. وحسب تصريحات ايهاب واصف رئيس شعبه الذهب والمعادن باتحاد الصناعات للمصري اليوم ان ارتفاع سعر الذهب خلال الفتره الحاليه بيرجع لاليات العرض والطلب، وده عكس الفتره اللي فاتت اللي كان سبب الارتفاع هو ارتفاع السعر العالمي، لان واحد من العوامل الثلاثه المهمه المتحكمه في اسعار الذهب هو والدولار. وقال ان بسبب ارتفاع الطلب ده اسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير جدا، لكن موافقه مجلس الوزراء على مد قرار اعفاء الذهب المستورد من الجمارك ده قرار مناسب جدا وفي وقته، لانه هينعكس على السوق بشكل ايجابي وهيعمل توازن ووفره السلعه. قال كمان اللي بيتقال بخصوص ارتفاع الذهب مع نهايه كل سنه مش صحيح، وان الذهب لما ارتفع السنه اللي فاتت اخر السنه ده كان السبب ظروف استثنائيه وهي ارتفاع سعر الدولار، واللي يعتبر العامل الثالث في العوامل المؤثره على سعر الذهب، لان من المعروف ان اسعار الذهب تتراجع مع نهايه العام بسبب تراجع الطلب عليه. دلوقتي بقى قول لنا انسب وقت تشتري في ذهب امتى من وجهه نظرك؟ اكتب لنا في التعليقات.